عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه وصلى الركعتين سنة الطواف، خرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، وعندما دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.